يعني جايبين أسئلة معقدة شوي من المبرهنات. الأسئلة أول مرة بشوف يعني هيك سؤال، فبس أنا لقيت صعوبة بالجبر. كيف كتبت اليوم بالرياضيات؟ والله يعني ما بدي أقول لك ممتاز، جيد جدا. الأسئلة شلون شفتها، سهلة صعبة؟ والله لا صعبة ولا سهلة، يعني في كتير صعوبة، يعني عندك الأسئلة آخر الأسئلة لسه، يعني عندك 16 علامة على سؤال واحد، هذا السؤال في نص العالم ما عاد تسهم تحله. بشكل عام يعني إذا بتدمج مع بعضها متوسطة الصعوبة، إنه يقول ما في شيء متوقع، لازم يدرس كل شيء. يعني هلا في سؤال مثلا أنا ما خطر لي إلا إجا مثلا، بس صعب يعني صعب صعب وما حليته نصه، يعني فقرة منه. سؤال عليه كم علامة؟ هذا عليه 9. الحمد لله مشي الحال، أسئلة كانت منها صعبة ومنها سهلة حسب الطالب وحفظه. الحفظان بلاقيها سهلة ومو حفظان بلاقيها صعب، كل شيء صعب. في أسئلة سهل بس هني ما حاطين أسئلة مثل هذيك السنة، هذيك السنة كانوا جيبوا أسئلة سهلة كثير، سهل علينا، هاي السنة صعب علينا كثير. يعني ما في شيء للمتوسط أو للضعيف، كله للمجتهد؟ يعني المتوسط بيجي عليه شوي، أما الضعيف لا. والله في عالم شو اسمه راسه أبو جعفر، في عالم شو اسمه تركيت، في عالم مجتهدي هاي صلى من أول السنة عم تدرس، والله فتح عليا. والله كويس منيح، بس الأسئلة شوي كانت صعبة، يعني جايبين أسئلة معقدة شوي من المبرهنات، يعني إنه لو مسهلين علينا شوي بيكون أحسن. صعب كتير يعني الأسئلة، آخر 3 أسئلة صعب، يعني حلينا بس آخر 3 أسئلة يعني كتير صعبين. يعني هدول 3 أسئلة صعبين عليهم علامات كتير؟ 25 علامة بس. المبرهنات أساس إنه يعني بيجيبونا إياهم سهلات أو هيك، صعبينهم كتير. كويس للدارس سهلة، بس للمو دارس متوسطة. يعني في شيء صعب أو نكشات؟ ما في طاوي. الأسئلة منين كانت، من الوحدات الأولى الأخيرة اللي موزعة على الكل؟ لا موزعة، ما يعني أكثر من 3 وحدات الأولى. المو دارس متوسط عليه، يعني بيجيب فوق 30 هيك. الحمد لله منيح. في أسئلة صعبة وفي أسئلة سهلة. السهلة هي الجبر، والصعبة بتكون الدائرة بالهندسة. يعني الأكثر سهلة ولا صعبة؟ الأكثر سهلة إن شاء الله. والصعبة منين كانت، عم تجي من أي وحدات؟ عم تجي من آخر وحدة من الهندسة، من وحدة الدائرة. الأصل واحد على الدارس كتير، بس المبرهنات صعبات كتير، ومن ناحية الأسئلة النقشات كتير صعبة جايبينها. الأسئلة أول مرة بشوف يعني هيك سؤال عن هاي المبرهنة، يعني كتير كتير صعبة، بجوز صفية صعبة كتير. يعني ما في ولا هيك سؤال سهل، ما في أسئلة للمتوسط، في السؤالين بالاختيار بس. والله منيح الحمد لله كويس. كيف كتبت؟ والله الحمد لله كويس، الأسئلة كانت نوعا ما سهلة. يعني في شيء نكشات أو صعبة؟ إيه والله بتجي أكتريتها نكشات كتير. يعني إيه حليتهم لهدول النكشات؟ نص ياتون تقريبا. شو قد بتاخد يعني؟ يعني من 35 وفوق. لا هلا في نكشتين بس هني. شو قد عليهم كم علامة؟ تقريبا عليهم شيء 10 علامات. كتبتوا لهدول النكشات؟ في نكشة حليته وفي نكشة لا. هلا وسط، يعني لا صعبة ولا سهلة، فبس أنا لقيت صعوبة بالجبر، أما الهندسي سهل كتير حسيت. كم علامة على الجبر؟ يعني في عند السؤال الثاني الآخر سؤال عليه 4 علامات. هذا بس هو صعب ولا كل الجبر صعب؟ لا بس أنا هذا حسيت فيه صعوبة يعني، وحاولت حله وأخطأت الصراحة بشي اسمه. يعني بشكل عام كيف كانت الأسئلة؟ على موجب أسئلة الدورات اللي قبل بلاقيها سهلة كتير. والله يعني لي صعبة ولا سهلة، وسطة طيب الحمد لله. يعني فيها نكشات، فيها أسئلة للمجتهد؟ والله أنا كان عندي صعوبة بس بالقيمة المطلقة، الحمد لله طلعت من هالسؤال. والله يعني الحمد لله سهلة، مو مثل يعني أسئلة البكالوريا، أسئلة البكالوريا بتيجي صعبة. والله الله وفقنا الحمد لله. الحمد لله أسئلة سهلة وما معقدة. يعني ما في شيء نكشات أو صعب؟ تقريبا ما في شيء، كل الأسئلة متوقعة ومن كل الوحدات يعني؟ نعم. طلاب شلون عم يكتبوا؟ يعني هي الأسئلة سهلة، بس في بعض الطلاب لقوا صعوبة شوي بالجبر. ليش؟ إيش السبب؟ لأن جابوا لنا أسئلة يعني تقريبا ما حد كان متوقعة. والله هي نموذجية، يعني كل سنة هيك بيجي، وما يعني ما فيها نكشات قليل، أتوقعت أنا بالدائرة تجي نكشات. والله سهلة. سهلة على الدارس، أما المو دارس كيف يعني تقييمك أنت، بدك تقيم بشكل عام مو إلك؟ وسط، الأسئلة ما هي صعبة كتير، طبعا في أسئلة يعني صعبة، طبعا على الدارس حسب يعني واحد بدروس بيعرف يحلها أكتر. إي والله في، بس الأكتر هيك كانوا متوترين وهيك شوي خايفين.
يعني هلق الهندسي نحن ما كنا اكلين هم انه صعبي والجبر سهلي، ايه بدلونا بالعكس جابوا لنا الجبر صعبي والهندسي سهلي. طيب في نكشات كثير عادي؟ هلق نكشات لا بس اسئله صعبه على السوا يعني، والله طلعوا يعني زعلانين على الجبر، هلق الهندسي سهلي بس زعلانين على الجبر.